نرحب بكم مجددا في هذا الإيجاز الصحفي من مركز إدارة الأزمات، حيث تعمل فرق العمل الرسمية التي تمثل مختلف القطاعات على مدار الساعة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظل هذه الأزمة العالمية. كما ذكرت أمس، سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله يتابع المستجدات أولا بأول ويوجهنا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والتخفيف عن القطاعات المختلفة التي تضررت من هذه الأزمة. منذ الصباح عقدنا عددا من الاجتماعات برئاسة دولة الرئيس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ضمت القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحديدا الجهات المعنية بالمخزون الغذائي والمواد التموينية لضمان توفرها للمواطنين. ونؤكد مجددا أن المواد التموينية وخصوصا السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة ولا حاجة لتخزينها أو التهافت عليها. كما نؤكد أيضا أن الشحن الجوي والبري والبحري مستمر ولم يتوقف، وبالتالي فإن تزويد المخزون الغذائي يسير كالمعتاد. سيتحدث معالي وزير الصحة حول الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وللقاطنين في الحجر الصحي، لكن قبل ذلك دعوني أن أشير إلى بعض الإحصائيات. عدد الإصابات حتى صباح اليوم 56 إصابة، بما في ذلك المواطن الذي تماثل للشفاء. يبلغ عدد القاطنين في الحجر الصحي بمختلف المواقع 4892 حالة حتى الآن، منها 3055 حالة في العاصمة عمان و1837 في فنادق البحر الميت. بلغ عدد الفنادق التي تم استئجارها لغايات الحجر الصحي 34 فندقا، منها 23 فندقا في عمان و11 فندقا في البحر الميت. قبل أن أختم حديثي، أود أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للمواطنين على التزامهم بالتعليمات الهادفة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، كما أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير لنشامى جيشنا العربي المصطفوي الجيش العربي والأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة في ضبط النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم. أجدد الترحيب بكم وأترك الحديث لمعالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر. تفضل. السلام عليكم جميعا. الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة بدأت تؤتي، وكلها الأعداد بدأت تنخفض لغاية الآن، لم تكن هنالك أي حالة إيجابية. هنالك سيدة لبنانية تقطن، لربما الفحص يجب إعادته للتأكد، لكن نتوقع انحسار الأعداد في الأيام القادمة نتيجة الإجراءات الحكومية المشددة، والأهم التزام الإخوة المواطنين بالتعليمات. تم إرسال فرق طبية لكل الفنادق الموجود بها أشخاص محجور عليهم، وبواقع 6 أطباء لكل شفت، 3 شفتات، 18 طبيب وممرض لكل شفت لفحص الموجودين. الفحص طبعا هو ليس فحص حسي، إنما استفسار عن أعراض وتوصيات وملاحظات طبية وأخذ حرارة. التواجد الصحي في مناطق الحجر اليوم مكثف. أشكر النقابات المهنية والمتطوعين، النقابات الصحية، نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان الذين يشاركوننا في هذا الجهد، وكذلك نقابة الممرضين. وسوف نقوم بفحص أي محجور عليه تظهر عليه أي أعراض. الهدف من جميع الإجراءات الطبية والحكومية هي كسر حلقة العدوى بين المواطنين، بالتالي نحصر الأعداد الموجودة والمصابة. الآن حالات من الخارج لن تدخل، يجب أن نحصر الموجودين ونعزلهم فيما لو وجدوا، وبالتالي نستطيع السيطرة على العدوى في الأردن. وهذه لن تتم
إلا بتضافر جميع الجهود. خلية الأزمة في الموقع هنا وفي جميع المواقع 24 ساعة نشتغل لتحديد المصابين ولإجراءات كاملة متكاملة كفريق واحد، وشكرا جزيلا.